رجعنا معكم لمتابعة فقراتنا. صار وقت هلأ نتعرف على عناوين الصحف ومواضيع أخرى ضمن جريدة اليوم. بصيرنا اليوم نستضيف غسان خوري، عضو بالرابطة المارونية. صباح الخير استاذ غسان. اول شيء اهلا فيكم، يعطيك العافية. الله يخليك. الموارنة الى اين؟ الموارنة نحن مبدئيا مثل ما كل بيعرف انه نحن الاساس لبنان، اكيد بالتعاون مع جميع بقية الطوائف. بس من ساعة تأسس لبنان سنة 1920 كان البطرك حويك هو اللي أعلنوا من قصر الصنوبر، فكانطلاقة انطلق من هالقرار هيدا اللي طلع سنة 1920. والموارنة كانوا هن بالأساس أساس إنشاء لبنان. ومنعرف أنه مع الزمن تدريجيا تطورات صارت على لبنان للأسف، وعيشوا الاضطهادات. اضطهادات أكيد وما زالوا التاريخ كله، يعني من قبل المسيح في اضطهادات. فمن بعد ما صار في موارنة، خاصة ابتداء من سنة 300 وقت اللي بلشت، وسنة 600 كمان، أكيد بهالفترة كلها صار اضطهادات وملاحقة كل إنسان المؤمنين مش وقف بس على الموارنة. صحيح. 27 سنة من العمل في الرابطة المارونية. وعدة جمعيات مسيحية، شو اللي تغير؟ يعني كنت بعدك شاب صغير. ما شتير صغير. هلا بنتي عمرها 35، انا العمر كله. الله يخليكم. الفرق بين هذيك الفتره وهذه الفتره اللي كانت، يعني ليجيو ماريا كانت اخويه، كانت طلائع، بشو بلشت؟ لا، هي بالاساس وقت اللي انشئت سنه 52 الرابطه المارونيه، انشئت لسبب انه هي مفروض تكون موجوده، تكون صله وصل بين الجميع على الساحه المسيحيه واللبنانيه. نعم. وحتى نكون دائما مترابطين، ناطرين كمان اكيد التعاون تحت امره بكركي ورئاسه الجمهوريه، ونقدر نكون صله اتصال باكثريه الاوضاع اللي بتصير على الساحه المارونيه والمسيحيه. فنحن موجودين هون كنوعا ما نلعب الادوار يلي مش مفروض دائما تتلعب على العلن. لانه بدي اقوله انه مثلا مش معروف كثير تفاصيل عمل الرابطه المارونيه، وكثير بيسالوا شو بتعمل الرابطه المارونيه. هل هي فقط تجمع بس هيك للنخب يكون عندهم التقاء بمطرح معين، ام انه في اعمال ممكن تساعد فيها؟ خاصه رابطة. يعني نحن للتقارب بين جميع الاطراف المارونيه والمسيحيه شيء طبيعي، وبالوقت ذاته اللبنانية نحن موجودين هون حتى إن كان وراء الستار ولا علنا نقدر نساعد على حل خلافات أو مشاكل مش ضروري تطلع بالعلن يعني. نعم. فهيدا دور الرابطة المارونية. وأكيد بالوقت ذاته عندنا اللجان اللي عم تشتغل، عندنا ما يعادل 18 لجنة. مثل ما في وزارات، يعني هاي لجنة التربية بتتعاطى بالأمور العلاقة بالجامعات والمدارس طبيعي، واللجنة الثانية الصحة، هيدا اللي أكيد تهتم بأوضاع المستشفيات أو خاصة اللي عندهم هالمشاكل يلي ما عم يقدروا بأي يحلوها الصحية. مثل ما أنه في لجنة المناطق قلنا يلي تهتم بالمناطق البعيدة اللي صارت معزولة وما في اهتمام، وغيرها، والاقتصادية وغيرها من اللجان. وأكيد في اللجان السياسية يلي كمان بتحب تسمع بالصوت العالي قضية المارونية والمسيحية واللبنانية، واللي كمان هدفها الرئيسي دايما كمان كما وجدت كمان لجنة الانتشار يلي أكيد اللي بالأساس كمان عم تقوم بهالواجب، مؤسسة الانتشار اللي موجودة. بنحب كلنا نتعاون مع بعضنا، خاصة نفتح الباب مع المغتربين من موارنة وغير موارنة، لأنه هن منتشرين حول العالم، يعني عددهم أهم بكتير من الموجودين بلبنان، وهي كمان من قوتنا. اليوم علاقتكم ببكركي يعني كرابطة مارونية، نعم، علاقة شو فينا نسميها؟ نحن بالأساس تحت أمرته للسيد البطرك، إذا في شيء نحن فينا نساهم فيه ونساعد يعني فيه، أكيد نحن موجودين حتى نقدر نساعد. ومهمتنا دائما كرابطة، يعني نربط كل النظريات، نعمل تقارب بين الجميع، تقارب بين الأحزاب المسيحية خاصة. وبعدين ما ننسى نحن على الصعيد المسيحي ما عندنا هذيك المذهبية مثل ما الطائف ذكر أنه مع الوقت نلغي قصة الطائفية وغيره. أنا بالنسبة لي ما بتلتغى إلا عند المسيحيين، نحن كلنا مجوزين من بعضنا ونحن عائلة واحدة. يمكن بقية الطوائف مستحيلة، بس نحن عندنا أكيد حكما أصلا موجودة على الأرض، لأنه ما في حزب مستقل لكل طائفة، نحن كلنا مجموعين مع بعضنا، كلنا عندنا قضية واحدة.
وطبيعي انه بيكفي انه نحن عيال نتجوز من بعضنا وغيره اذا ما في فرق بين مسيحي ومسيحي. اخذنا لسؤال عن تسميه الرابطه المارونيه، ما بتأيدكم شوي بطبيعه عملكم، يعني مختصه فقط بالعمل الماروني ولا لا؟ رح اقول لك، عاده في الروابط المسيحيه كلها، يعني في روابط لكل مذهب مسيحي، فكمان هو اجمالا في كمان تجمع روابط مسيحيه يلي يعني في موجود الرابطه المارونيه، حتى على طول يكون في تقارب بين الجميع. واصلا الرابطه المارونيه بالماضي ولا نزال بنهتم كمان بملف العراق، مسيحيه العراق، مسيحيه سوريا وكل الموجودين بالدول العربيه حتى قبرص، يعني سبق السنه الماضيه واللي قبلها، وعلى طول كمان عم نزور موارنة قبرص يلي هن موجودين بالمنطقه الوسطيه بين الاتراك واليونان. امبارح كان عندكم زياره لفخامه الرئيس العماد ميشيل عون. نعم. كلامه قدامكم كمان كان لافت، خاصه بمساله الفساد. الفساد اكيد سيدنا البطرك ورئيس الجمهوريه اثنيناتهم عم بنعمل لهم الزيارات، لانه بنحب نبين لهم نحن شو اهتمامنا وهدفنا بالرابطه المارونيه. فاللي كانوا موجودين امبارح عند رئيس الجمهوريه هن الليسته الثانيه، لهم الشرف كانوا موجودين، وان شاء الله نحن قريبا كمان نقدر نزوره. اكيد جينا نطمن دائما الحكم مثل ما بنطمن الكنيسه، نجينا نلعب الدور يلي بالاساس كرماله نحن تاسسنا. نحن تاسسنا للتقارب بين الجميع، خاصه بين الكنيسه والرئاسه اذا طلب منا هالشيء اكيد. كما بين جميع الاطراف المارونيه والمسيحيه وبين الاحزاب كمان، تنساهم اذا ممكن اذا طلب منا لتخفيف نوعا ما اذا وجد خلاف. هلا ب 16 اذار في انتخابات جديده للرابطه المارونيه. كم ليحة في؟ في ليحتين بس. نعم. في ليحة الأستاذ عم طلع أبي نصر، وفي ليحتي أنا. فكل ليحة فيها نائب رئيس و15 عضو للهيئة التنفيذية. نعم. فأكيد نحن منجرب نلاقي قدر المستطاع إنه يكونوا من جميع المهن، حتى نكون على اطلاع بكل مهنة شو في لنفترض مشاكل أو شو فينا نساعد. وبالوقت ذاته بهمنا انه المناطق تكون ممثله كمان ضمن الهيئه التنفيذيه، يكون في يعني توازن اذا فينا نقول قد ما بنقدر. يعني الانتخابات بتصير كل 3 سنين؟ كل 3 سنين بتصير. نعم. وبحق له مره واحده؟ مرتين. يترشح مره ثانيه لمره واحده. الاعضاء اللي لهم حق يكونوا بالرابطه مين؟ كل الشخصيات يلي هن مبدئيا ما عندهم ماضي عاطل، يلي يعتبروا نضاف، يعني كما لو كان سجل العد الابيض، حتى يقدروا يقوموا بالواجب. ونحن بهمنا كرابطه نكون فينا طهاره بكل معنى الكلمه، حتى يكون في تيامنوا فينا العالم. ونحن منا باب حتى نتوصل لاهداف مستقبليه، يعني بنعرف تماما نحن جايين الرابطه، يا بيجي على الرابطه جاي حتى يقدم مش يقطف. فنحن كلنا اللي جايين على الرابطه ولا في مداخيل ولا في معاشات ولا في دوشات، نحن جايين نقدم حالنا ونساهم بموضوع الرابطة. مش هيك عندنا برامج كلها سوا نقدر نوقفها على إجريها، ومع الزمن مع الوقت أكيد سبق وقطعت كل العهود، كل واحد لعب دوره للمرحلة اللي وصل فيها. نحن وصلنا لمرحلة سمينا الليستة لبكرة تنكفي الطريق اللي غيرنا بلشها. حلو. ونقول لبكرة لأنه كل مرحلة فيها تطورات، إن كان على صعيد المنطقة أو على صعيد الطائفة. الالتزام الديني لازم يكون موجود بالانتساب. هلا نحن مبدئيا نعرف انه مش رح نفوت بخصوصيات كل انسان وقديش بيامن او لا، بس اكيد ملتزمين للرابطه من سماتهم تعرفونهم يعني. نعم، يعني لمجرد ما انتمى للرابطه او اهتم يكون مرشح، يعني انه بكون مؤمن وحابب يساعد ويساهم، بحس انه رب رضيان عنه كمان بهالطريقه. للي عم يسالوا هلا عم يشوفوه يعرفوا لاول مره مثل كتار من الموارنه، هل هناك من رسم سنوي للانتساب؟ هو رسم سنوي بيدفعه اكيد كل سنه. هلا يمكن حاولوا يرفعوا الرسم من هال3 سنين اللي قطعوا، لانه عارفين لازم يقدروا يغطوا برامج اكثر من اللي كانوا، بس ما مش الحال لانه كثير ناقص عدد المهتمين واستغلوه. مش هيك انا يعني هدفي الاساسي او مجلس الامنه. فمجلس الامنه كل شخص بمجلس الامنه مثل ما موجود بغير مؤسسات من الانتشار وغيره، فبمجلس الامنه بيكون في الاعضاء كمان اللي بيشرفوا الطائفه، يعني كل واحد منهم بيدفع مبلغ ما يعادل لنفترض 10,000 دولار بالسنه. يعني المتمولين والأعضاء بيضلون على الاشتراك القديم. هالمتمولين هو اللي بالتنسيق مع الهيئة التنفيذية الموجودة
يلي أعضاء يلي هن بيكونوا أعضاء المقررين ضمن اللجان 18 بالتنسيق مع بعضهم هيك بيتم تمويل البرامج يلي بكون مقتنعة فيهم الهيئة التنفيذية بالمشاركة مع أكيد الأمناء مجلس الأمناء حتى يقدروا يمولوا ضمن البرامج المطروحة والمقبولة باللجان المختصة اللي عم تشتغل كل واحدة حسب اختصاصها. وسهرة بتكون بعد انتخاب الأعضاء الجدد سهرة الرابطة المارونية السنوية. سنوية أكيد سنوية. في سهرة سنوية. سنوية. نعم. سهرة يعني... السنوية بتكون كرمال علاقتنا العامة أكيد. كرمال كمان بكلمة نفسر شو اللي عم بيحصل شو اللي ناويين كمان نبرمجه بالمستقبل القريب. نعم. وأكيد رح كمان يكون في غير أشخاص جين هني كمان يوعونا على مواضيع كتير تانية. نحن وياك هلا رح نروح لعناوين الصحف ونعلق شوي على بعض ما أوردته صحف الصادرة صباح هذا اليوم الثلاثة 5 أدار 2019. البداية مع صحيفة الأخبار التي عنونت ساترفيلد في بيروت بين مزدوجين سرا، وبالصورة رنات الخلوي بزنس بالملايين بلا مجهود. عن أول عنوان مسألة ساترفيلد ذكرت صحيفة الأخبار بهيدا الإطار أنه بعد ما وصل نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد ساترفيلد لبيروت مساء امبارح من دون سابق إعلان ولقاء وزراء القوات اللبنانية الأربعة، قالت مصادر القوات أن الزيارة لم يعلن عنها بسبب التدابير الأمنية. وأشارت المصادر لصحيفة الأخبار إلى أن العشاء لجمع الوزراء بساترفيلد يأتي على هامش جدول الأعمال الرسمي اللي رح يبدي الأخير اليوم، وأكدت أن هالعشاء أتى بهدف التعرف على الوزراء القواتيين الجديد والنقاش بإفاق المرحلة الجديدة بظل المشهد الجديد بالمنطقة بالإضافة لملفات سياسية ومالية وكذلك قضية النازحين السوريين. هذا ويلتقي اليوم رئيس الجمهورية أو خلال فترة بقائه بلبنان ورئيسي المجلس النيابي والحكومة ووزير الخارجية وعدد من المسؤولين. ساترفيلد كان بلبنان. نعم. المفروض يعرفون. أكيد بيعرفون. هلا في منهم يمكن مش كتير بس إنه أكيد ما يشديها بيعرفون. طبعاً. دائماً في كلمة مصادر بالأخبار. نعم. هيدي عليها علامة استفهام. يعني هل هو هروب، نحن بنسأل هل هو هروب من التسمية أو إنه يعني ليش خايفين على حاله ما بيقولوا المصدر بيقول مين هو؟ يمكن حتى ما يكونوا معرضين بحال كان في شيء إشكال على الموضوع أو إذا مزبوط من حكيت بهالشكل. طيب موجهه حتى الصحافة والأطراف الإعلام ما تعرض حالها لمواجهة. تقريبا بكل خبر صار فيه مصدر، يعني كلمة نعم. مصدر وأفادت مصدر. لو واحد ما يكشف مين مصدر معلوماته كمان. ما يعرضوا حالهم للانتقاد والمشكل والتكذيب. أكيد. بالجمهورية عنوانت أسبوع تعيينات قضائية وعسكرية الهجوم الأخير على داعش بالصورة على الصفحة الأولى. ونتابع مع صحيفة الشرق المفتي السنيورة خط أحمر بالصورة الرئيس بري بمشاركته بالاجتماع البرلماني العربي بالأردن. وباسيل اتصل بالحريري مقدمة أوتي في اجتهاد شخصي. 7 وزراء سوريين على قائمة الإرهاب الأوروبية وخلاف عربي في مؤتمر عمان على التطبيح. ممكن نسمع شي نهار انه كمان سيد بكركي بيقول عن شخصية مسيحية هيدا خط احمر. هلا بنعرف انه سيدنا بكركي مش ما بقدر رح يقول هلا بتلتتنا لبسين احمر اليوم. بس اكيد يعني وراء الستار توصل الرسائل تحضوا يمكن اشخاص على حدهم. نعم. بالطريقة المهذبة اللازمة ولا مرة فينا نبين نحن علنا مثل ما الجميع بنفس الموقع انه في الخط احمر بده ينعلم بطريقه كما لو عم نحطم انسان. نعم. في طريقه تتوصل رسالتك تحطه على حد اذا في اشكال خاصه. حلو. اذا كان الكلام بالسياسه ليش دائما بتروح الدفاع او بيروح الدفاع بالطائفه يعني. نعم. ولا حدا قرب طائفيا للسنيورة فليش هيك استنهضت المشاعر الطائفية بهالشكل. هو المسألة السياسية. نعم. وملف بإمتياز. يعني حول للقضاء لمعالجته بالنسبة. هيدي مشكلة لبنان. نعم. مع الأسف كل طرف يعني حتى لو كانت طائفة معينة وملف انكمش ونعرف الطائفة تعتبر حالة مهددة. هي المنصابة مش الشخص يلي بيتسمى.
فبيعتبروها شغله شخصيه داخليه، واكيد ما بيهتموا ابدا، لانه بقيه الطوائف بيعتبروا يمكن يفتحوا النار عليهم او الانتقاد، يعتبرون كانهم مشاركين. فكل انسان حتى لو الشغله مش عجبته ما نرضين عنه اللي صار بطايفته، بس مضطر يتصرف بتصرف لانه بيعتبر انه هي بتحرق له كلهم بشكل شامل. لك تحيات من النمسا، عم بيشوفونا بالنمسا. شكرا. بالديار الحريري هدد بالاعتكاف بعد اهتزاز التسوية، فتراجع الطيار عن التصعيد. الرياض لحظة بس كيف قريتها هيك الموضوع يعني؟ الرياض تدخل على خط حماية السنيورة، والمفتي يرسم الخطوط الحمراء. تيار المستقبل لسياسة عفا الله عما مضى والرئيس عون، لا حصانة لأحد. يعني هون تحليل، عرفت كيف صار بالإعلام وصار في تهديد؟ رجع التيار قبل المستقبل. اتصلوا يعني فيه لناصر الدين وخبروا لكاتب المقال. في البناء، رئيس أركان روسيا وأمريكا في فيينا، ولافروف في الخليج، وسوريا قاسم مشترك. بالري، بند رفض التطبيع هو كل المؤتمر، والقدس الشريف عاصمة فلسطين. عون، لا حصانة لأحد في مكافحة الفساد، والمفتي دريان، السنيورة خط أحمر. شو رأيك باللي عم بيصير إذا فينا نقول الحماس بالمضي بمكافحة الفساد للكل، علما أنه فخامة الرئيس كان أول من نادى بهالموضوع، هو رأس حربة بمكافحة الفساد والاستمرار حتى النهاية، وقال إذا بتكونوا حدنا رح نربح المعركة. أكيد نية الرئيس بدها تكون بهالشكل أكيد، بس ما ننسى كمان أنه بالسنين الماضي، مش عم بحكي هالعهد كمان، بالسنين اللي قبل كمان، كنا معودين انه كل مدة بيطلع فضيحة كبيرة وينحكى فيه على صعيد كتير شاسع وواسع، ما يسموا اسامي، بس يسموا ضمن اي ميدان عم بتصير هاي الشغلة باي موضوع. بعدين صرنا احنا مستنظرين انه ناس توقف وناس تنفضح، بس بعدين فجأة تنفضح فورا فضيحة تانية تنسينا الاولي. ما تغير الجو هلا برأيك؟ يعني بتمنى يتغير قريبا، واكيد منوصل لانه تقفت الحدود كلها والبلد عبواب التعتير والجوع، يعني بقى فينا نهديها بهالشكل. من سياتل بواشنطن، سؤال لحضرتك، ليه ما بتأسسوا رابطة بتجمع كافة المذاهب المسيحية للعمل السياسي مثل الرابطة المارونية، وبتسموها الرابطة المسيحية بدل المارونية؟ احنا بالأساس في تجمع الروابط المسيحية كلهم بيتعاونوا مع بعضهم، وهي شغلة موجودة، وأكيد بالمرحلة الجاية رح نرجع مثل بالماضي كمان نرجع نحييها ونعطيها سلطة أكتر ونخليها تبين أكثر بالإعلام. منروح للكاريكاتور، صحيفة الشرق، الجبران بيصير عم بسمع الحريري عم بيقول له ما تعيدها، هيدا بإطار كمان اللي صار والبلبلة اللي صارت اللي ما كان عون الكعكي كمان من يومين كان عم بقول كلام لازم كمان ما يعيده. هو بيعرف عن شو عم نحكي. نعم، حديث عن جر للمياه إلى الأردن، مدولي هالنربيش بدي عب الخزان. هاي مشكلتنا، نحن نعرف انه بلبنان مصيبتنا، نحن كان الغنى الاساسي والثروه بلبنان هي كانت المي، والمي حتى في دراسات قالت بفتره من الفترات المي اغلى من البترول. بترول نعم. لبنان كان، بس نحن مشكلتنا الفوضى اللي حاصله عندنا انه عم بيتعمر فوق المبوعه والمياه الجوفيه، وعم بيكون في جوار صحيه. صحيح، فاكيد ميتنا كلها عم تتلوث، المفروض يكون في مراقبه عليها، مثل ما انه في مبوعه كانوا الحكمه بالماضي الاطباء يوصفوها، ناس طلعوا اخر الدين تيعبوا قالون، بعدين صاروا كل هالمبوعه اللي عم نحكي عن الغينه، يعني تحديدا الغينه اولا. نعم، وغير الغينه. نعم، فكله منطقه بكفيه المحل ما بتريد. مزبوط، كان مي نبع يعني شغله، مي طاهره ومي صحيه، فمن بعد ما صار عمار فوق ونجور صحيه صاروا كلهم لغسيل العربيات. للاسف 50 سنه رح نرجع لورا، بتتذكر منيح هالفتره؟ كان عمري 10 سنين، ماشي الحال. منيح، ممكن يكون على بالنهار مثل النهار اليوم، اذا بدنا اذا نحن بأدار 5 اذار 1969، اول روايه حزبيه رسميه عن حركه حافظ الاسد. تعميم حزبي من الأتاسي إلى البعثيين يشرح بالأسماء والتواريخ الإجراءات التي حدثت بأمر من وزير الدفاع، وبينها محاصرة وزير الخارجية في حلب ومداهمة مقرات الحزب في طرطوس وتعيين قيادة لفرع اللاذقية من المفصولين. التعميم يطالب الأسد بتعهد خطي بعدم خلق جو غير طبيعي خلال انعقاد المؤتمر القطري الاستثنائي.
وأيضا يعني تفاصيل اعتدال الجميل يشيع في أوساط النهجيين جوا من التفاؤل المبالغ فيه. الأحرار والكتلويون رئيس الكتائب لن يقبل بفتح ثغرة في جبهة الحلف، ومؤتمر برمبينا سيرسخ التفاهم بين الأحزاب الثلاثة. بتتذكر شيء منهم؟ يعني بتفوق على شيء هيك بنضلنا نفوق او نقرا تاريخنا الحديث والقديم، بنضلنا نفهم مواضيع لانه التاريخ دائما بيعيد نفسه، بس يا ريتنا بنتعلم من الماضي تنصلح الحاضر. صحيح، ما عندنا الذاكره، وبنفس الاندفاع بنفوت بالغلط يلي فتنا فيه من زمان، كيف نتعلم من الماضي انه ما نعيده؟ فنحن عم نعيده دائما. نعم. الجمعة يباشر المجلس العدلي النظر في محاولة اغتيال الرئيس الأسبق نبيل عكيري، يكثف أو يكشف دور علي الزعبي وخليل الدية وإسحاق العابد التحريضي. إذا نجح كامل شمعون يا ويلكم منه، بتشوفوا لبنان دم. وزير العمل الضمان الصحي، حدث اجتماعي ضخم لهذا، رأينا إشراك القطاع الخاص في الدراسات التحضيرية، الدولة تؤمن ربع نفقات الصندوق والبقية يدفعها الأجراء وأرباب العمل. هون في خبرية قطعناها النهار اليوم أمام المحكمة العسكرية. هون بالنسبة لهيدا العنوان القبل بقصة إشراك القطاع الخاص، اليوم كمان نسمع الأصوات بأنه ضرورة إشراك القطاع الخاص أو توجه مباشرة نحو الخصخصة، خاصة بعد شروط سادر الاستفادة من كل الاستثمارات. هل هذا الأمر يجوز؟ يعني خاصة بعد يعني أصوات الطالعة أن التوظيفات ووقف التوظيفات بالدولة، هذا الشيء صحي؟ لا الصراحة، نحن لبنان، اللبناني طول عمره المبادرة الفردية اللي عنده إياها بنفسه وبالوقت ذاته طموح الشخصي، ومثل ما هو منتشر بالعالم بهالنفسية ذاتها، فهيدا الشيء موجود عندهم بلبنان، والشغلة كل إشي اللي عم تنجح بلبنان هي الأشياء المؤسسات الخاصة. صحيح. مش العامة، وخاصة ما في الجو اللي بنعرفه بالإدارات وغيره يلي بنتمنى يتصلح يوما ما. بس بيكون وزير عنده مؤسسة خاصة ناجحة بيستلم وزارة ما بتكون ناجحة، هون التساؤل. هيدا يعني لازم ننتبه له، انه المسؤولين ما يجوا بهدف شخصي انه يحسنوا وضعهم بشي تاني او يخلق فضايح مثل ما نسمع فيها دايما، مفروض يجوا بهدف وطني، بهدف المصلحة العامة، مش بهدف انه ترامبلان شخصي لانه تيصل لشي تاني. فنحن نعرف انه الخصخصة فيها تفيد كتير، بس عشرت نتأكد انه الخصخصة مش رايحة ضمن مناقصات وهمية واسامي وهمية متقدمة مع الاسم الفلان، طيب ايه انه كان في بالفعل المواجهة بين بعضهم، بينطلب يمكن لهذا يحط سعر ملغوم وهذا ملغوم، هذا بالسعر المرتاح كتير يقدر يبين. منحب نتأكد لانه بالفعل من ملفات سابقة من الكهرباء وجر كيف تكون كلها مصادر ربح للدولة، شو انه نصير بالشغلة انه تصير بطلت خصخصة وبطلت شغلة الا صارت تابعة للدولة، بنعرف نتيجة كتير بتفرق، خاصة من وراء الوظائف الوهمية، من وراء المصالح الخاصة، شراء مواد كان فيها تنجيب بأرخص بكتير وإلى آخره. عندنا الأمثال، أنا بأمن بالخصخصة، شرط نتأكد أنه الخصخصة عم بيجيبوا عليها أشخاص مناسبين وضمن مناقصات حقيقية وشريفة. منتابع مع عناوين النهار قبل 50 سنة، لأنه هذا العنوان هلا ما تقوله بعدين انقال اليوم. بعدما احتل مزارعو شمندر سرايا زحلة، مجلس الوزراء يدرس اليوم موضوع إنشاء معمل جديد للسكر. بعد ولا هلا ما درسه؟ لا. والأمين العام لمجلس الكنائس العالمي في بيروت، زيارة من أهدافها تفهم أوسع للإسلام والعمل للتنمية. وبالكاريكاتور أخيرا مع بير صادق الله يرحمه، الحلف هن حاملين عم بيشدوا فيه كل واحد، يعني بير جميل، كميل شمعون، وريمو إذ الله يرحمهم، كل واحد عم بيشد من ميلته. سؤالنا الأخير، كم عضو اليوم بالرابطة المارونية؟ هنا مبدئيا العدد 1230، بس اللي رح شاركوا هلا بالانتخابات عددهم رح يكون 740 لدفع اشتراكاته، لدفع اشتراكاته لغايه 2019. نحن بنتمنى لك التوفيق استاذ غسان خوري، عضو بالرابطة المارونية ومرشح لرئاستها بالدورة المقبلة. اهلا وسهلا فيك، نورتنا بصبحيتنا، والى الامام وان شاء الله بنشوفك بمقابلة تانية بعد ما تفوز شو ما كانت النتيجة. اهلا وسهلا فيك.
نحن وياكم أصدقائي المشاهدين رح نروح لفاصل، إنما قبل بدنا نذكركم بعرض أوتلت 88 أوتوستراد الصفرة سانت الإدي صوفيا الطبقتين اللي بيفتحوا للساعة 7 المساء. أكيد العروضات بعدها مستمرة على كل المجموعة والجاكيتات الفيزون تحديدا. نعم موجودة للصبايا والشباب اللي عندهم برومو. البدلات للشباب والفساتين للصبايا، قد ما كان ذوقكم صعب أكيد المجموعة كبيرة وتشكيلة واسعة، وإذا كنتوا مجموعة في لكم عرض خاص. نرجع بعد الإعلان.